السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدوب أضافت لمايكروسوفت بينج إن أنت تقدر تعمل إيمج كرييتور، يعني بمجرد تكست بسيط. تمام، أنت أوير سويت تقدر تعمل الصور بدل ما تخش على الميدجورن أو كده، خلاص بقى موجود أصلا في محرك البحث بينج مايكروسوفت بينج. فدي خطوة رهيبة، يعني قدرت انها ترجع الشعبية بتاعت بينج تاني، ده ان كان ليه شعبية اصلا. ففي ثواني بدأ يطلع لك الصور، هما تقدر تعمل لها شير، تقدر تعمل لها داونلود، تقدر تكبر الصورة لو انت حابب، شير سيف داونلود فيدباك زي ما انت عايز، كريت باي اي اي. فما بقاش بس مجرد المايكروسوفت بينج في شات زي شات جي بي تي، لا وكمان تقدر تعمل كرييت للصور من خلاله بدون اي مشاكل خالص. هو بيقول لي اشتغل على مايكروسوفت ايدج احسن، فبدا يعمل دعايه حلوه لمايكروسوفت ايدج ولمحرك البحث بينج. فكده جوجل تصدر جامد بالخطوه ديت، فاحنا منتظرين جوجل بقى الرد بتاعها، وهو متاخرش، هو عامله حاجه اسمها بارد جوجل، بس حتى الان مش مسموح بيه في كل البلاد. فخلال ايام قليله ان شاء الله هيبدا يشتغل ونبدا نقارن بينهم، متوقعين يكون حاجه قويه ان شاء الله.